فدكتور محمد، هل دير وايت يقدر يعمل لي ايه؟ يعني احنا عايزين نعمل التحدي ومن الاسبوع الجاي نشوف النتيجه على الفير وايت، فقولي ازاي نبتدي الكورس. تمام، يعني احنا بعد الحاله اللي حصلت معاكي والظروف الصحيه خلينا نقول وكميه الادويه اللي ممكن دخلت الجسم، اكيد ده كله بيعمل ارهاق للبشره، سواء من الناحيه النفسيه التي تؤثر على البشره او من الناحيه الدوائيه التي لها سايد افكتس قوي اثر جانبيه. احنا بعد ما الحاله المرضيه دي هتشوفي ارهاق في البشره زي ما واضح لينا دلوقتي، هتبتدي في كورس فيرا وايت لمده اسبوع، خلينا نقول مش هنطول المده دي، هنشوف نتائج ممتازه جدا في منتج فيرا وايت من ناحيه نضاره البشره اللي هترجع، الحيويه اللي هنبتدي نشوفها بالنسبه للبشره، التغذيه بالنسبه للفيتامين اللي هيديها للبشره، فهنشوف ان بدات في انتعاش في البشره، بدا في نضاره افضل في البشره، حتى لو احنا شويه يعني انتبهنا لعدم تجانس لون البشره البسيط اللي حصل نتيجه الادويه وتبدل الصبغيات في بعض المناطق من البشرة، هنشوف اني بيبتدي تجانس لون البشرة بيرجع بالنسبة لنا، وحتشوفي الاشراقة المبهرة اللي حتكون في استخدام فيرا وايت ان شاء الله في خلال مدة اسبوع. يعني ده تحدي من دكتور محمد بفيرا وايت قدام الناس. الحلقة الجاية في مدة اسبوع حتشوفي فرق تام في منتج فيرا وايت. تمام، هو ده تحدي طبعا لينا، لانه طبعا يعني عندنا ثقة كاملة في منتج فيرا وايت، في كل العملاء اللي اشتغلنا معاهم وكل العملاء اللي بيشكروا في المنتج والحمد لله، في التركيبة اللي قدرنا نولف فيها كل الاحتياجات الخاصة بالبشرة، في تأثيرات البشرة، في الأضرار التي تلحق في البشرة، فقدرنا نحل خلينا نقول 90 ل95% من مشاكل البشرة اللي بتعاني منها الست. فالنتائج هتشوفيها بعد اسبوع، وطبعا تحدي على الهواء مباشرة. ده بالنسبة لنا انا قبلت التحدي، وانا اصلا نفسي اخسر التحدي اللي انا متحدياه من دكتور محمد، هو اللي يكسب بفيرا وايت. انا مجرباه قبل كده، بس طبعا تجربته في هذه المرحلة الصعبة هتبقى مختلفة. دكتور